ازاي بيفرق ان يجي مدرب من ابناء نادي الزمالك عارف قيمة الزمالك ومدرك لمشاكل اللعيبة واختياره في الوقت ده انه جاي؟ مفيش وقت غير لما تجيب مدرب اجنبي مثلا، انت مزنوق جدا في الوقت، يجي بقى يقعد يشوف مدرب العام مين ويقعد يتكلم، ده جاي يشتغل قبل 3 ايام من مباراة بيراميدز. بس الجهاز المصري دايما في النجوم بيفرق مع لعيبة الكورة. انت دور على الجهاز كله ما شاء الله كله نجوم، كله من اول كابتن معتمد، كابتن احمد، كابتن عبد الواحد، كابتن عبد المنصف، كل الناس نجوم. فما شاء الله انا بقول لك، لما بلاقي انا كلاعب لما بلاقي نجم بره، انا طبيعي ببقى عايز اعمل كل ما في وسعي عشان انا اساعد النادي. حتى المدير الفني لما بيبقى نجم ولاعب في خبرات منتخب مصر ونادي الزمالك وابن من ابناء نادي الزمالك، فعارف كل اللعيبه اللي جوه دي ايه اللي كويس فيها، ايه المميز فيها، فبيحاول يطلعه. برضه احنا عندنا ميزه ان هو لما بتلاعب كل واحد في مكانه، دي مع المدربين المصريين اكتر، ان انت لما بتلاعب كل واحد في مكانه في مركزه بيبقى حافظ مركزه، بيبقى حافظ مكانه، غير ان انت تجيب فلان تلعبه هنا او هنا او تغير مكان ده ومكان ده. مع الاجنبي بياخد منك شويه، لان الديفندر غير الهاف، الهاف غير اللي انت ما تلعبه 8 8 غير لما تلعبه 9. فدايما المدير الفني في مصر هو بيبقى عارف امكانيات كل اللعيبه، لان هو طبعا بيبقى قاعد متفرج شايف، غير لما تجيب واحد اجنبي لسه هيجي هيشوف مين هنا او مين هنا مين مكانه ده، فبياخد وقت طويل قوي.